نضالية، مصطفى جامع، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لتعليم التوجه الديمقراطي FNO، والمنسق الوطني للسكرتاري الوطني لأطر التوجيه والتخطيط التربوي التابعة للجامعة الوطنية لتعليم FNO. نحن اليوم 28 فبراير 2021 بصدد تجديد المكتب الإقليمي في إطار مجلس إقليمي موسع. كذلك يأتي هذا المجلس هذا في سياق وطني محموم، سياق وطني لجميع العديد من الفئات التعليمية اللي كتناضل في الميدان الوطني، وكذلك المجموعة من المشاكل اللي كتعانيها الشغيلة على المستوى المحلي. إذا السياق الوطني ما يمكن إلا نتمنوا النضالات ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالب مشروعة. نحن ضد الهشاشة، ضد عقود الإدعان، نعم نعم لإدماج هؤلاء الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية. كذلك نتضامن مع ملف أصحاب الشهادات، ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي الذي عمر طويلا، ملف الهيئة الإدارة التربوية، ثم مجموعة من ملفات زنزانة 10 إلى آخره. إذا ضحايا النظامين إلى آخره. إذا الآن كذلك في المجلس الإقليمي الموسع ما تم مناقشته هو الاهتمام بالشغيلة التعليمية على المستوى المحلي، كذلك على كذلك المربيات التعليم الأولي. إذا مجموعة من النقاط التي تم التطرق إليها، كذلك في السياق اللي هو كنقولوا التضييق الذي يتعرض له أطر أو الشغيلة التعليمية على مستوى في المؤسسات وعلى المستوى الوطني بصفة عامة. إذا أتمنى النجاح لهذا المجلس هذا، وتحية.